وسهلا فيكم بهيدا الويبينار من صفحة تكمل العربية. معكم المحلل والمدرب المعتمد. بهذا الويبينار رح نكون عم نشرح فيه استراتيجية أو مؤشر الفيبوناتشي، كيفية التداول بفيبوناتشي واستعمال المناطق الحساسة، وطبعا لنختار نقاط دخول أو أيضا أوقاف خسارة. في البداية خلينا نبتدأ أنا وياكم. أولا الصوت واضح والصورة واضحة، خلينا نبتدأ أنا وياكم نتكلم شوي صغيرة عن تاريخ فيبوناتشي وهذا العالم الأوروبي اللي اخترع فيبوناتشي، وكيفية إذا بدكم دراسة الأرقام لنقدر نشهد كرمال. إذا بدكم أهلا وسهلا فيك أستاذ رفيق. أوكي عظيم، خلينا نتابع لكن أنا وياكم فيبوناتشي من البداية ونشوف هذا العالم الأوروبي اللي هو خلق سنة 1170 وطبعا توفى سنة 1240، اللي هو اخترع فيبوناتشي اللي هو يلقب اسمه ليوناردو دا بيسا. تمام، بالنسبة لفيبوناتشي رح ابتدي هيك، ما رح اخليكم تملوا من هذه المحاضرة، بنبتدي بشكل سريع وافرجيكم على الأرقام اللي تم اختراعها من قبل فيبوناتشي سيكونس وكيفية تطبيقها على الأسواق المالية وحتى إذا بدكم على الأمور الأخرى، ولكن نحن بالنسبة لنا وهدفنا هو أسواق المال أو سوق الفوركس. لكن بهذه المحاضرة رح أكون معكم جوزيف ظهرية، وإذا عندكم أي استفسارات أو أي أسئلة خلال هذه المحاضرة ما تترددوا وتكتبوا أيضا بالكويستشنز أو بالأسئلة كرمال نكون عم نمر على معظم الأخبار أو خلينا نقول معظم المعلومات اللي حابين إنه نوضحها بهذه الجلسة. في البداية في بوناتشي سيكونس، إذا بدنا نبتدي رياضيات شوي صغيرة بأمور سريعة جدا، الرياضيات بتقول إنه الرقم واحد بنبتدي فيه، إذا في حال بدنا نضيف رقم واحد أو بدنا نبتدي إذا بدكم نضيف رقم واحد على رقم واحد بصير عندي رقم اثنين، يعني 1 بلس واحد عندي اثنين، اثنين زائد واحد اللي قبله او الرقم اللي قبله بصير عندي ثلاثة، ثلاثة زائد الرقم اللي قبله اللي هو اثنين بصير عندي خمسة، خمسة بنزيد ثلاثة عليها بصير عندي ثمانية، ثمانية زائد خمسة 13 والى اخره. هكذا السيكونس اذا بدكم او الانماط التابعة لفيبوناتشي بتمشي كرمال نقدر نحصل على الارقام اللي عم تشوفوها امامكم اللي واحد اثنين ثلاثة خمسة ثمانية 13 21 34. لكن اذا بنزيد 21 على 13 بنحصل على 34، وايضا اذا بنكفي 55 بنضيفه على 34 بيصير عندنا 89، وطبعا وصولا الى مستوى 233. هلا بالنسبه لفيبوناتشي شو السر بهذه الارقام؟ هذه الارقام عم نضيف بعض وطلع لي هو الارقام او هذا النمط او هذا السيكونس هن الارقام التاليه. طب شو بنقدر نستفيد من وراء هذه الارقام؟ بكل بساطه الارقام او رح نوصل اذا بدكم لسيكونس فيبوناتشي ونتكلم على مستوى ال 61.8% اللي هو يلقب بالنمط الجولدن ريشيو. اوكي، وعليكم السلام، اهلا وسهلا فيكم بهيدي الجلسه، اهلا وسهلا استاذ زكريا، اهلا وسهلا فيك. لكن السيكونس اذا بدكم او الارقام اللي عم نشهدها امامنا لها سبب، طبعا هو لي بعض الارقام اللي موجوده عندي اللي هي ال 55 ال 89 ال 144 233 377، كذلك الامر بتكفي 89 زائد 55 ايكوال او يعني بنزيدهم على بعض بيطلع لي 144، بنضيفهم على بعض بيطلع لي 233. هلا هذه الارقام لما تكون موجوده عندي شو السر فيها او كيف ممكن استعملها؟ بدنا نقسم ال 89 على ال 55، قسمنا ال 89 على ال 55 رح يطلع لي 1.618. إذا بنقسم ال 144 على 89 بيطلع لي 1.618، إذا بنقسم 233 على 144 كذلك الأمر، و 377 على 233 كذلك الأمر، تمام؟ على طول هذه الأرقام لما نضيفها أو نقسمها على بعضها البعض بيطلع لي نفس الرقم اللي هو ال 1.8 اللي هو يلقب بالجولدن ريشيو أو الرقم الذهبي. اوكي، هلا بالنسبه لنا الرقم الذهبي او الجولدن ريشيو ال 1.61.8 كثير منا سامعين بفيبوناتشي او حتى بمحاضرات اخرى تابعه على اسواق الفوركس او لاسواق المال عم بتتابعوا اذا بدكم او بتعرفوا تقريبيا شو يعني مستوى ال 61.8 اللي هو تقريبا الاهم باستعمال فيبوناتشي. هلا بالنسبه لنا وقبل الدخول على الرسوم البيانيه وتحديد بعض النقاط وكيفيه استعمال فيبوناتشي اللي طبعا رح نتكلم عليها خلال هذه المحاضره وكيفيه
ايضا تعديل ارقام فيبوناتشي. يعني فيبوناتشي قديما اذا بنرجع لورا خلينا نقول 5 أو 10 سنوات وبنشوف طريقه التداول بالنسبه لفيبوناتشي، بنعرف انه فيبوناتشي كانت تعتمد على الرقم الموجود اللي هو مستوى ال 161% او ال 61.8%. وطبعا فيبوناتشي او العالم الرياضيات بفوت بتفاصيل شوي اكثر او ابعد من سوق الفوركس طبعا واسواق المال، وبقول انه كل شيء ممكن يكون تابع لهذه الهيكلية أو هذا النمط اللي هي طبعا الورود، أيضا طريقة الورود أو طبيعة إذا بدكم الهيكلية خلينا نقول بعض الأمور الموجودة على طبعا الكرة الأرضية، ولكن نحن ما راح نفوت بهذه التفاصيل. يعني على سبيل المثال بيقولوا أنه إيد الإنسان ممكن أيضا تنقسم إلى مستوى من المفصل إلى تقريبا آخر اليد، طبعا بيقول أنه عندي 1.61.8% هذه اذا بدكم الاريا، وطبعا الوان اللي هي هذه الاريا، وايضا جسم الانسان بيقول انه مقسوم الى هذه اذا بدكم الريشوز اللي هي 61.8 وغيرها من الارقام. هلا نحن ما بهمنا هول التفاصيل اكثر من انه بهمنا انه خلينا نقول الهيكليه والانماط نطبقها على سوق المال لنقدر نستفيد منها بكل بساطه. وانا ما هن بيدخلوا بتفاصيلها اكثر، انتم بتعرفوا انه العالم ان كان الرياضيات او حتى خلينا نقول الطب بيدخلوا بتفاصيل اذا بدكم امور شوي بياخذوا ابعادها، وطبعا ممكن انه يزيدوا تفاصيلها او اذا بدكم تاثيرها على الامور الثانيه. هلا بالنسبه لنا ديفايدنج الارقام وتقسيم اذا بدكم الارقام الموجوده عندنا، هدفنا انه نحصل على رقم ال 161.8%. كيف ممكن نطبقها؟ قديما واذا بناخذ هلا رسم بياني اليورو دولار على رسم بياني اليومي او الديلي تشارت، يكون نشوف مستوى ال 61.8% اللي هو ممكن يكون اذا بدكم تاثيره مهم على السوق. اذا باخذ فيبوناتشي، فيبوناتشي ممكن نضغطها على يسار الشاشه مثل ما عم بتشوفوا مطرح ما موجوده، خليني احدد لكم اياها. هذه هي فيبوناتشي تمام، اللي هي اذا بدكم محطوط رقم اف عليها او حرف اف، نضغط عليها وهذه تلقب بفيبوناتشي تمام. فيبوناتشي ريتريسمنت من وراء ما نضغط عليها، نضغط على آخر قاع موجود عندي على الرسم البياني، بنضلنا ضغطين وبنمتد فيها بالاتجاه الصاعد وصولا إلى القمة. أوكي؟ هلا بالنسبة لأرقام فيبوناتشي، عند الأرقام الرئيسية اللي هي تلقب أو تمثل مستوى 23.6%، مستوى 38.2%، مستوى 50%، ومستوى الجولد ريشو اللي هو ال 61.8%. نحن وكمحللين تقنيين وباخذ بعين الاعتبار اخر قاع لاخر قمه، رح نقيس هذه المسافه او هذه الموجه اللي ارتفعنا فيها، بدنا نقيس المسافه طبعا اللي عم يرتد فيها السوق، واذا في حال ابتدى السوق بالتراجع طبعا بدنا نحن نعرض فيبوناتشي من اخر قاع لاخر قمه وننتظر أول مستوى اللي هو 23.6%، إذا في حال تم اختراقه نتوقع تكملة اتجاه الهابط زيارة مستويات 38.2، كذلك الأمر باتجاه مستوى 50%، وكذلك الأمر باتجاه مستوى 61.8%. فيبوناتشي شو بيقول لي؟ بيقول لي بأسواق المال أو بسوق الفوركس، إذا في حال السوق من وراء ارتفاع محدد أو ارتفاع معين ابتدى السوق يصحح نفسه، هذا الارتفاع باللون الأزرق ابتدى السوق يصحح نفسه لل 23 يحق له الارتفاع عن جديد، يعني هذا الانخفاض هو مجرد موجة تصحيحية. كذلك الأمر على مستوى 38.2 وصولا إلى هذه المستويات ممكن السوق يرجع يرتد بالاتجاه الصاعد، أيضا مستويات 50%، وكذلك الأمر مستوى 61.8% اللي هو المستوى الذهبي. ولكن بأخذ بعين الاعتبار هذا السيناريو، إذا في حال تم اختراق مستوى ال 61.8% في بوناتشي واخترق السوق هذه المنطقة وتم إغلاق شمعة تحته، في بوناتشي بيقول لي من المتوقع أنه نشهد انخفاض وتغيير بالاتجاه. في شيء أكثر من هيك واضح؟ بالنسبة لل 61.8% هو الخط الفاصل ما بين السيناريو الإيجابي والسلبي، ونتوقع أول ما يغلق السوق تحت مستوى 61.8 نتوقع تكملة اتجاه الهابط واختراق القاع اللي تم ملامسته بالسابق اللي هو القاع اللي ابتدى منه الارتفاع السوق، فهذا بيعني تغيير اتجاه. أوكي عظيم. هلأ نحن
ومع تغيير سيكولوجية التداول بسوق الفوركس أو بأسواق المال، ومع كثرة المضاربين اللي أصبحت موجودة عنا بأيضا سوق الفوركس، ومع كثرة الشركات المالية كبر حجم التداول كتير، وأصبحنا نشهد بعض التغيرات، وابتدينا إذا بدكم نشوف بعض التغيرات اللي عم نشهدها على سوق المال. فبهذه الحالة اكتشفنا أنه ممكن الأرقام اللي موجودة على فيبوناتشي يبتدي السوق أولا ما يحترمها، يبتدي السوق إذا بدكم يمتد أو يوقف على مناطق غير محددة من قبل فيبوناتشي، يعني مثلا مستويات منا موجودة على فيبوناتشي. عن هيك نحن اضطرينا انه نضيف ارقام لفيبوناتشي، ومع متابعتنا لاسواق المال بشكل يومي قررنا نحن كمحللين تقنيين وخاصة انا اوكي انه نضيف بعض الارقام. هلا اذا بتعملوا سيرش على الانترنت بالنسبه لفيبوناتشي ممكن تشوفوا انه المحللين التقنيين ابتدوا يزيدوا رقم ال 76.4%. ال 76.4% هو من المستوى من المستويات الجديده اللي تم اضافتها لفيبوناتشي كرمال نقدر نكون عم نحصل على نقاط دخول مميزه اكثر، ونعطي مجال اكثر للموجات التصحيه انه تمتد اكثر. تمام، يعني رح فرجيكم في البدايه كيفيه اذا بدكم الاضافه او كيفيه تعديل ارقام فيبوناتشي كرمال نكون كلنا على نفس الموجه، ونبتدي اذا بدكم انا وياكم نحدد هذه المستويات باستعمال فيبوناتشي. لكن بنضغط على فيبوناتشي، بنضغط على اخر قاع لاخر قمه، اصبح عندنا فيبوناتشي. خليني خلي الامور او اللون يكون بشكل اوضح. تمام، خلينا نغير اللون الازرق الفاتح للازرق الغامق. اوكي عظيم، ونعدل اوكي الارقام كمان، الارقام اللي عم نشوفها امامنا. اوكي عظيم. هلا بالنسبه لكين ل فيبوناتشي ديسكريبشن، اوكي عظيم. لكن بالنسبه لفيبوناتشي اذا في حال بدنا نضيف بعض الارقام على هذا المؤشر، رح نضغط دبل كليك او مرتين على مؤشر الفيبوناتشي، بنعمل رايت كليك وبنضغط على فيبوناتشي بروبرتيز او اعدادات فيبوناتشي. اعدادات فيبوناتشي نضغط على فيبو ليفلز اللي هي طبعا ثاني كبسه عنا، وبنرجع بتبين امامنا الارقام اللي تابعه لفيبوناتشي اللي هي 0 23.6 38.2 50% 61.8% وال1% وال161% وكذلك الامر. هلا نحن بكل بساطه فيبوناتشي شو بيقول لي؟ بيقول لي اذا بننزل لتحت على الرسم البياني بنشوف انه ممكن يكون عندي ارقام تحت اللي هي مستوى ال161 وال261% مثل ما عم تشوفوا امامكم، 161 وال261. بيقول لي فيبوناتشي فور اختراق مستويات ال61.8% رح نبتدي بموجه اندفاعيه اتجاه معاكس للاتجاه اللي كان صاعد طبعا، لان تم اختراق مستوى ال 61، فورا رح يصير عندي اتجاه معاكس وضعف للسوق لاستهداف مستوى ال 161 وكذلك الامر ال 261. هلا كيف ممكن نحن نحدد انه نحن رح ننخفض لهذه المستويات؟ هون بدنا نعدل الدراسات وكون انا وياكم خطوه خطوه عم نمشي كرمال نقدر نفهم على هيكليه فيبوناتشي. اولا خلينا انا وياكم نقوم بتعديل فيبوناتشي ونشوف كيفيه تعديل الارقام. نضغط لكين دبل كليك. اذا في حال بدنا ندخل على اعدادات فيبوناتشي بدنا نضغط على اد او زياده الارقام، بدنا نضغط على اد، نضغط على 0.0764 0.764. يعني نحن عم نضيف مستويات ال 76.4%. تمام، نضغط على اوكي، وفورا بيجي عندي مستوى اللي ضفناه هلا اللي هو مستوى ال 76.4%. فاصبح عندي اذا بدكم خط اضافي لفيبوناتشي ولا مؤشر فيبوناتشي تنعطي مجال اكثر من وراء الارتفاع. الموجه التصحيه ممكن تمتد تعمل شيء يلقب بموجه امتداديه او اكستنشن ويف وصولا الى مستوى ال 76.4%، وبهذه الحاله بنكون عم نقدر نعطي مجال للسوق اكثر انه يبتدي اذا بدكم السوق يرجع يرتد منا عن جديد بالاتجاه الصاعد. تمام، هلا
من وراء فيبوناتشي ريتريسمنت، وخلال هذه المحاضرة رح نرجع ندخل على فيبوناتشي تلقب بفيبوناتشي اكسبانشن. فيبوناتشي اكسبانشن هي نوع آخر من فيبوناتشي، بنضغط عليها ونخلق فيبوناتشي اكسبانشن. لما نضغط على انسرت على يسار الشاشة على يسار منصة التداول، نضغط على انسرت، ننزل على فيبوناتشي وبنشوف انه عندي فيبوناتشي ريتريسمنت، فيبوناتشي تايم زونز، فان، اركس، اكسبانشن. الاكسبانشن هي من الفيبوناتشي المهم جدا ايضا للموجات التصحيه ولتحديد الموجات الاندفاعيه وتحديد الاهداف. تمام؟ يعني بفيبوناتشي ريتريسمنت عم نشوف فقط الموجات التصحيه، يعني قديش السوق صحح نفسه. تمام؟ هلا ممكن ندخل على مستوى ال 61.8%، إذا في حال بعض الأشخاص حابين إنه يشوفوا اليورو دولار قد تلامس مع مستويات ال 61.8% وبيوثقوا بهذه الأرقام التابعة على فيبوناتشي، ممكن يجربوا موجة صعود أو مناطق شراء مع وقف خسارة أو ستوب لوس أو انفاليديشن ليفل ستوب لوس تحت مستوى ال 61.8%. فبهذه الحالة بكون عم بجربوا من وراء فيبوناتشي انه يدخلوا بمراكز شراء اذا بدكم مع وقف خسارة تحت مستوى فيبوناتشي اللي هو الجولدن ريشيو او المنطقة الذهبية. وانا مهلي يا ترى هذه هي افضل فرصة للاستثمار؟ طبعا رح قلكم اياها، ولكن اعطوني شوية وقت خلال هذه المحاضرة لكون عم ضويلكم على هذه النقطة بالذات. اوكي، حدا عنده اي سؤال لهلا؟ حدا عنده اي استفسار لهلا؟ يعني الخط الفاصل اوكي لتغيير الاتجاه استاذ رفيق صحيح هو مستوى ال 61.8%، ولكن مع تعديل رقم فيبوناتشي اصبح الرقم الجديد هو 76.4%. ولكن نحن ابتدينا اذا بدكم نشهد بعض التغيرات بالنسبه للبرودكتس او المعادن والسلع الموجوده على منصه التداول، واكتشفنا انه العملات الرئيسيه عم تحترم بالوقت الحالي مستوى ال 76.4% اللي هو الرقم الاضافي اللي نحن زدناه على فيبوناتشي. ولكن باخذ بعين الاعتبار مستويات النفط وايضا اسعار الذهب والمؤشرات الامريكيه وايضا البرودكتس اذا بدكم السلع السريعه سريعه التحرك، ابتدينا نشهد اذا بدكم بعض اذا بدكم الارقام الاضافيه او الموجات ايضا الامتداديه. عن هيك قررنا انه نزيد رقم اخر على فيبوناتشي وعلى اعدادات فيبوناتشي اللي هي مستويات ال 88.2%، 0.88 فاصل 2%، يعني 0.882 أو 882، وهذه هي مستويات الـ 88.2% فيبوناتشي. من وراء ما ضغطنا أد زدناها 0 فاصل ونضغط على أوكي، أصبح عندي مستوى آخر اللي هو مستوى الـ 88.2%. تمام؟ يعني هلأ بالوقت الحالي وأهم شيء اللي قدرنا إذا بدكم طبعاً نبتدي نشرحه هو انه ابتدينا نضيف بعض الارقام. هل يا ترى خلينا طبعا استاذ اوكي استاذ محمد، يعني طبعا ممكن تستعملها على تايم فريم اقل اكيد، يعني بالنسبه لتايم فريم الساعه و30 دقيقه وحتى ال15 دقيقه كله ممكن بفيبوناتشي. وايضا طبعا يعني هل يمكن الاعتماد على فيبوناتشي في التداول فقط؟ نعم. هلا بعدين لاحقا لما يصير في اذا بدكم بعض التطورات على اذا بدكم المعلومات العامه اللي بصير عنا اياها بالنسبه لاسواق المال او لسوق الفوركس، ما في شك انه بصير في عنا نوع من الدمج بين المؤشرات. ولكن طالما انت متمكن من فيبوناتشي ومتمكن من تحاليل التقنيه اللي بتقوم فيها بفيبوناتشي، فورا رح تقدر تختار نقاط دخول وخروج ايضا اوقاف خساره من خلال فيبوناتشي. لكن فيبوناتشي الاعدادات اصبحت موجوده، زدنا عليها مستويات ال 76.4% ومستويات ال 88.2%، وهذه المستويات الاضافه على مستوى ال 61.8%، فاصبحت هذه المنطقه باجمعها هي منطقة مهمة جدا لتغيير الاتجاه، اعطينا اذا بدكم مجال اكثر للمراحل التصحيح. عظيم، خليني افسر لكم هلا كيف ممكن نستعمل فيبوناتشي وكيفية تحديد الاتجاهات. بالنسبة لفيبوناتشي
على طول بتعرفوا انه في بوناتشي بدنا نستعملها من وراء انخفاض موجه اندفاعيه وتصحيحيه وكيفيه تحديد هذه الموجات. على سبيل المثال بالنسبه لزوج الدولار كندي، زوج الدولار كندا على سبيل المثال على رسم بين الاربع ساعات ابتدينا من القمه. اوكي خلينا نشوف انا وياكم زوج الدولار كندي، عظيم، من القمه اللي هي قمه مستويات تقريبا 135، هذه القمه ابتدينا ننخفض. هلا بغض النظر عن موجات اليوت، ولكن انا حابب انه بس ضويكم على نقطه معينه، هذه القمه وهذا القاع اللي وصلنا له، ومع انخفاض اتجاه عام واضح لزوج الدولار كندي بموجه هبوط، ابتدينا بموجات تصحيح. الموجات التصحيحية كيف ممكن نفرقها عن الاندفاعية؟ الاندفاعية بتلاحظوا انه الانخفاض بيكون سريع جدا، تمام؟ الانخفاض سريع جدا، وانما الموجات التصحيحية بتلاحظوا انه بترتفع بشكل اذا بدكم درج. خلينا نقول هذه الموجات اللي بترتفع وبتنخفض، ترتفع وبتنخفض وبتكون داخلة بانفاق ميلة على ارتفاع، هذه موجات تصحيحية، تمام؟ هلا انتم برايكم الشخصي، إذا في حال نحن بدنا نحدد مستويات بيع، إذا في حال انخفضنا لزوج الدولار كندي وصولا إلى القاع وابتدينا بالارتفاع، وين ممكن نحن كمحللين تقنيين نبتدي ننبش أو نختار نقاط دخول لتعزيز مراكز البيع؟ هل يا ترى مستوى الـ 50%، الـ 61، الـ 76.4 أو حتى أكثر؟ وين المستوى المنتظر؟ المستوى المنتظر اللي بالوقت الحالي السوق كثير عم يحترمه، وانا في بوناتشي وهذه الجلسه حابب ضوي على هذا الرقم فقط، هو مستوى ال 76.4%. يعني الموجات التصحيحيه من اخر قمه اللي هي الانطلاق، نقطه الانطلاق هي نقطه الصفر، هذه نقطه الانطلاق صفر، نقطه القاع اللي هي 100، من صفر ل 100، من صفر ل 100 نتوقع ارتداد السوق بمستوى 76.4%، من هذه القمة لهذا القاع ارتداد السوق بمستوى 76.4% هي فرصة مميزة للدخول بمراكز وصفقات بيع. هلأ الدولار كاد أو الدولار كندي على رسم بيان الساعة ابتدى موجة اندفاعية ضخمة جدا، وهذه الموجة الاندفاعية وقفت على هذا المستوى، وابتدينا بالتراجع على رسم بيان 30 دقيقة وأيضا ال 15 دقيقة، ابتدينا نشهد تراجع على زوج الدولار كندي تقريبا من مستويات ال 135.20، تراجع إلى مستويات ال 134.80 اللي هي تقريبا عبارة عن 40 نقطة. 40 نقطة لمضاربة هو انخفاض جيد ممكن نستفيد منه بشكل واضح. فعلى رسم بيان الأربع ساعات شو رأيكم ناخذ مثل أنا وياكم؟ انتم معاي؟ كل شيء واضح لهلا؟ بالنسبه لفيبوناتشي، اذا في حال بدنا ناخذ فيبوناتشي من اخر قمه، فيبوناتشي من اخر قمه بنضغط على القمه وبننزل على القاع لنشوف الارتداد. انتم لاحظتوا على زوج اليورو دولار، على زوج اليورو دولار كيف اشتغلنا فيبوناتشي؟ اشتغلنا فيبوناتشي من القاع على القمه، ليش؟ لأنه الموجة التصحية هي بالاتجاه الهابط، والموجة الاندفاعية هي بالاتجاه الصاعد، فنحن في بوناتشي بدنا ناخدها من آخر قاع لآخر قمة، والموجة التصحية اللي هي بالاتجاه الهابط عم نشوف قديش عم بتصحح من الارتفاع، عم بتصحح مستويات محددة من الارتفاع. أما بالنسبة لزوج الدولار كندي، الموجة الاندفاعية هي بالاتجاه الهابط، والموجة التصحية هي بالاتجاه الصاعد، فنحن بدنا نستعمل فيبوناتشي بالعكس صحيح من القمة وصولا إلى القاع. وبكل بساطة زوج الدولار كندي بتلاحظوا أنه وصل وتلامس مع مستويات الـ 76.4% اللي تلامس معها بالوقت الحالي، وابتدينا بالتراجع. مستويات الـ 61.8% بنلاحظ أنه احترمها بالسابق ولكن تم اختراقها، فنحن كمحللين تقنيين ممكن كمرحلة أولى وبالوصول إلى مستويات الـ 61.8% نبتدي بالدخول بصفقات بيع ولكن صغيرة جدا، ولكن ما نعتمد أن نحافظ عليها على المدى الطويل، وأما أنما تراجع على المدى القصير. وفور اختراق مستوى الـ 61.8% راح يكون عندي فرصة شراء،
فور اختراق مستوى ال 61.8% اللي حددته باللون الاصفر هلا، رح يكون عندي فرص شراء لاستهداف مستويات ال 76.4% اللي رح حددها هلا باللون الاصفر عن جديد. لكن بين الخط الاصفر التحتاني والخط الاصفر الفوقاني رح يكون عندي فرصه، وهذه اذا بدكم المستويات اللي عم حددها هلا بسيركل، هذه المستويات اللي ممكن نستفيد منها بمراكز بين مستوى ال 61 ومستوى ال 76%، وبالوصول الى مستويات ال 76.4% فورا رح نبتدي بالتفكير بمراكز بيع ومراكز هبوط. ولكن الفرق انه ممكن من مستويات ال 76.4% نحافظ على مراكز البيع على المدى الوسط للطويل، وبهذه الحاله بكون مستوى ال 76.4% قدرنا بكل بساطه نثبته من قبل الرسم البياني ومن قبل البير نفسه، كرمال نقدر نبتدي بموجه اندفاعيه جديده بالاتجاه الهابط. تمام؟ فهلا زوج الدولار الكندي ابتدى اذا بدكم يوصل للمستويات المهمه. هلا نحن وقف الخساره وين بده يكون؟ ليش انا زدت على مستويات فيبوناتشي يا جماعه؟ ليش زدنا مستوى ال 88.2%؟ هذا هو السؤال. السؤال بكل بساطة أنه مستوى الـ 88.2%، الرقم اللي أيضا نحن دفناه بالنسبة لفيبوناتشي غير الـ 76، هو الرقم اللي لازم يكون وقف الخسارة فوقه. يعني هذه المنطقة بين مستوى الـ 76.4% والـ 88.2%، هذه المستويات اللي نحن لازم ندخل فيها ونعزز مراكز البيع، ولا نحترم هذه المنطقة لازم نعرض وقف خسارة فوق مستوى الـ 88.2%، وبهذه الحالة بنكون حمينا حالنا وحمينا صفقات البيع مع وقف خسارة وانفاليديشن ليفل، لأن إذا لا سمح الله تم اختراق هذه المستويات ممكن نعزز مراكز الشراء وفريق الثيران يرجع يسيطر على الرسم البياني ويرتفع بالرسم البياني لتسجيل قمم جديدة فوق القمة اللي تم تسجيلها بالسابق. أوكي؟ ولنقدر نحدد الاتجاهات، إذا لا سمح الله تم اختراق مستويات الـ 88.2% وابتدينا بالارتفاع يا جماعة، وين الأهداف بتصير عنا؟ ننزل بالرسم البياني لتحت، فوراً الأهداف بتصير عنا باستعمال فيبوناتشي، بتضلها نفسها، بصير عندي مستويات الـ 161.8% اللي هي المستويات المنتظرة إذا في حال تم اختراق مستويات الـ 88.2% فورا رح نستهدف مستوى الـ 161.8%. هيدا بالنسبة للموجات التصحية ومناطق إذا بدكم الخطوط الفاصلة بين السيناريوهات الإيجابية والسلبية. بالوقت الحالي رح فرجيكم وننتقل بهذه المحاضرة لتحديد الفرق بين فيبوناتشي ريتريسمنت وفيبوناتشي اكسبانشن. تمام؟ جاهزين ان ننتقل بالمعلومات؟ كل الامور واضحه لهلا كرمال نكون ماشيين على نفس الموجه. لكن فيبوناتشي ريتريسمنت هي اذا بدكم المؤشر اللي عم نستعمله لتحديد اذا بدكم المناطق التسحيه. الفيبو يرسم الاتجاه او عكسه، مع الاتجاه او عكسه. استاذ اوكي استاذ استاذ فوزي اوكي، الفيبوناتشي مثل ما اتفقنا اذا في حال الاتجاه العام اتجاه عام هابط، يعني على سبيل المثال خليني افرجيكم بالنسبه للدولار كاد كنا تكلمنا، اذا في حال الاتجاه العام اتجاه عام هابط، يعني كان عندي قمه من فوق وابتدى السوق ينخفض، الفيبوناتشي اللي راح نرسمها هي من القمه للقاع. ولكن عام صاعد، يعني هون بهذه الحالة رح ناخذ فيبوناتشي من القمة للقاع. وإنما إذا في حال على شكل اليورو دولار الاتجاه عام خلينا نقول صاعد على هذا الشكل، على الرسم بين الأسبوع إلى اليورو دولار، الاتجاه عام هو اتجاه عام صاعد، رح ناخذ فيبوناتشي من آخر قاع لآخر قمة، بهذه الحالة نرسم الفيبوناتشي بالاتجاه المعاكس. تمام؟ إن شاء الله تكون واضحة الفكرة. رح ننتقل كرمال لنحدد، استاذ زهير اهلا وسهلا فيك بهذه الجلسه، رح نحدد الفرق بين فيبوناتشي ريتريسمنت واكسبانشن، والاسترالي النيوزيلندي هو افضل رسم بياني حابب انه مر عليه انا وياكم على رسم بياني الاربع ساعات.
رسم بياني الاسترالي النيوزيلندي او رسم بياني اليومي. يا جماعه شو رايكم بالاسترالي النيوزيلندي؟ الاتجاه العام هو اتجاه عام هابط او صاعد؟ ممكن تجاوبوني على هذا السؤال. الاتجاه العام من اخر قمة لاخر قاع، هل يا ترى الاتجاه عام صاعد او هابط؟ هيدا اول سؤال بدي اسالكم اياه، اذا ممكن تجاوبوني. طبعا انا في انتظاركم. هابط، اوكي عظيم. لكن الاتجاه للاسترالي النيوزيلندي هو اتجاه عام هابط. يعني اذا في حال بدنا نحن ناخذ فيبوناتشي رح ناخذها من القمه الى القاع، تمام، من القمه الى القاع، وننتظر الموجه التصحيحيه وين رح توصل، يا اما لمستويات هذا الاتجاه العام، الموجه التصحيحيه يا اما لمستويات 61.8%، اذا في حال تم اختراق امتداد لمستوى 76.4%، وابتدينا اذا بدكم عزز مراكز البيع مع وقف خساره وانفاليديشن ليفل وين فوق مستويات 88.2%، في شيء ما يقال؟ بهذه الحاله منكون حددنا نقاط بيع وفرصه بيع من هذه المستويات، وطبعا مع وقف خساره فوق مستوى 88.2%. هلا نحن بكل بساطه بدنا نعرف شغله، حدا عنده فكره؟ حدا عنده فكره؟ استاذ زكريا، استاذ رفيق، زهير، لايا، حدا عنده فكره الموجات التصحيحية، كيفية إذا بدكم الموجات التصحيحية أو كيف ترتفع الموجات التصحيحية، بكم موجة، عدد الموجات اللي بنرتفع فيها، عدد الموجات اللي بنرتفع فيها بالموجات التصحيحية؟ يعني إذا في حال نحن عنا اتجاه عام هابط وابتدينا بالموجة التصحيحية رح ترتفع بشكل كم موجة؟ حدا عنده أي فكرة؟ خمس موجات. اوكي استاذ عبد الله، استاذ رفيق، استاذ زكريا، اوكي لكل الموجودين بهذه الجلسه، الموجات الاندفاعيه هي خمسه، يعني موجات الهبوط، موجات الهبوط هي خمسه، 1 2 3 4 5، موجات الهبوط او الموجات الاندفاعيه هي خمسه، وانما الموجات التصحيحيه هي ثلاث موجات تصحيحيه مثل ما عم نشوف امامنا، 1 2 3، طبعا ممكن نمتد ثلاث موجات للموجات التصحيحيه على طول. اوكي استاذ عبد الرحمن، اوكي ما في مشكل، ما في مشكل، هذه المعلومات هي تابعه لموجات اليوت، مش من الضروره انه يكون عندكم طبعا فكره عنها، ولكن هي بشكل عام الموجات التصحيحيه هي بشكل ثلاث موجات، الموجات الاندفاعيه هي خمسه. وبنرجع لفيبوناتشي يا جماعه، وبنرجع للارقام ولا فيبوناتشي، شو بنقول؟ شو بنقول؟ الموجات الاندفاعيه هي خمسه، الموجات التصحيحيه هي ثلاثه، المجموع هو ثمانيه، تمام؟ يعني موجات الارتفاع 1 2 3 4 5، موجات تصحيحيه ثلاثه، بهذه الحالة مجموعهم 8، اوكي 1 2 3 4 5 A B C، ثلاث موجات مجموعهم هو 8. انما هذه الموجة ايضا ممكن يليها ارتفاع عن جديد اللي هي 1 2 3 4 5. هلا بكل بساطة بغض النظر عن موجات اليوت وبغض النظر عن هذه المعلومات، الأهم، أوكي الأهم، صحيح صحيح أستاذ رفيق، الأهم هي فيبوناتشي. ونحن أول ما نبتدي نشهد انخفاض بشكل خمس موجات، 1 2 3 4 5 بشكل خمس موجات، نتوقع الموجات التصحيحية الثلاث. اول موجه تصحيحيه بيرتفع فيها السوق، شوفوا شو عم بصير هون، شوفوا كيف فيبوناتشي موصوله بموجات اليوت من هذه القمه لهذا القاع. اول موجه تصحيحيه ارتفعنا فيها، انخفضنا بموجه مضاده وعم نرتفع بالموجه التصحيحيه الثالثه، هذه الموجه رقم 1 تصحيحيه، 2 تصحيحيه، 3 تصحيحيه. هل يا ترى باستعمال فيبوناتشي نحن ممكن نحدد قاع رقم 2؟
إذا بدنا نعرض فيبوناتشي من هذا القاع لهذه القمة، لقمة رقم واحد، من قاع رقم واحد لقمة رقم واحد، من رح أرجع عيد، من قاع رقم واحد لقمة رقم واحد، الموجة التصحيحية اللي هي تلقب بموجة رقم اثنين، وين ممكن توصل برأيكم؟ الأهداف لهذه الموجة أو هذا القاع ممكن يوصل باستعمال فيبوناتشي لنجرب أنه ندخل بمراكز شراء لاستهداف الموجة الثالثة. هلأ كنا عم ناخذها، هلأ كنا عم ندرس أرقام فيبوناتشي اللي هي مستويات ال 61 وال 76.4% الأهم. وين برأيكم؟ عظيم، لا يا 76.4%. يعني إذا في حال نحن كمضاربين أو كمحللين تقنيين من وراء استعمال أو من وراء وصول الأسترالي نيوزيلندي إلى هذا القاع اللي هو القاع اللي ابتدينا الموجات التصحيحية منه، وباستعمال فيبوناتشي من آخر قاع، نضغط على فيبوناتشي على اليسار، نرتفع من آخر قاع لآخر قمة. واضحة؟ شوفوا شو اللي صار عندي، شوفوا السحر، شوفوا شو صار عندي. هل يا ترى هذه مفاجأة؟ عرضنا فيبوناتشي من هذا القاع لهذه القمة اللي هي تعتبر أول موجة تصحيحية. الموجة الثانية المضادة وصلت لمستويات ال 76.4% وتلامست معها بالضبط بالضبط، وابتدينا بالارتفاع. نحن كمحللين ومضاربين ننتظر الموجات التصحيحية لاستهداف وتثبيت مستويات ال 76.4% اللي ما رح ننسيها، ما رح ننسيها، أهم رقم عنا، لدخول بمراكز شراء وصفقات شراء للاستفادة من الموجة التصحيحية رقم ثلاثة. شو رأيكم بالموضوع؟ عظيم، مستوى ال 76.4% في بوناتشي تم ملامستها بالضبط. طب انتم برأيكم اذا في حال في بوناتشي 76.4% تم ملامستها بالضبط وارتفع السوق، انتم برأيكم التحاليل التقنية إلها عازي ولا ما إلها عازي؟ طب انتم برأيكم السوق اللي ارتفع من هون ممكن يكون تدخل حاكم مصرف استراليا وقال انه نحن بدنا عملتنا تقوى على العملة النيوزيلندية؟ هل يا ترى ممكن يكون في ضغط سياسي لارتفاع او لملامسة مستوى ال 76.4% بالضبط؟ هل يا ترى انتم برأيكم ممكن يكون تدخل دونالد ترامب وبوتين رئيس الروسي والكوين اليزابيث اللي هي تابعة للحكم الملكي في بريطانيا كرمال يبتدوا يقولوا لا لازم نبتدي نرفع الاسترالي نيوزيلندي من هذه النقطة؟ طبعا لا. أسواق المالية وباستعمال السيكولوجية التداول اللي هي السيكولوجيكال بيهيفير، فورا السوق ارتد منا وابتدى الطلب على الأسترالي مقابل النيوزيلندي. تمام؟ أوكي. أقدر أنقل الفيبو نفسها إلى القاع الثانية وأخذ عليها 76.4%؟ لا، القاع للاتجاه العام لازم تاخده. اذا انت فكرك تنقل الفيبوناتشي من هذا القاع لهذه القمه، هذه الموجه الثالثه التصحيحيه مش من الضروره انه تسجل انخفاض لمستوى ال 76.4%. مش كل موجه رح تسجل لمستوى ال 76.4% ما قبل الارتفاع، لا مش بالضروره ابدا، وانما اول موجه من وراء انخفاض خمس موجات، أول موجة تصحيحية، الثانية بترد 76.4% ومن ثم الارتفاع، وهذه الفرصة الذهبية لاستخراج فرصة دخول ومركز وصفقة شراء على الرسم البياني اللي عم نحلل عليه. تمام؟ ما بتقدر إنك تنقلها لأن لازم تستعمل آخر قاع وصل للسوق بكل بساطة. طيب الموضوع الآخر، 76.4% اوكي، اهلا وسهلا فيك بهيدي المحاضره، اهلا وسهلا فيك. يعني انا بتمنى انه اكون قادر ارجع عيدها، ولكن هذه المحاضره طبعا راح تكون مسجله، استاذ صلاح راح تكون مسجله طبعا على صفحه تكمل العربيه على فيسبوك،
وبكل بساطة قادر ترجع تحضرها أكيد. أوكي ممكن في بوناتشي على فريم الساعة، أوكي على فريم الساعة هي نفسها أستاذ صلاح، نفس الرسم البياني على الرسم بيان الساعة، على الرسم بيان الساعة ممكن ندخل وناخذ نفس المثل. هلأ بناخذ أيضا مثل على الساعة لا تأكل هم. ولكن هلأ النقطة الأخرى اللي طبعا حابب أني أنا أنتقل فيها لفيبوناتشي، عندي سؤال لكم آخر. طب نحن حددنا انخفاض للسوق واتجاه عام هابط، اتجاه عام هابط بكل بساطة، وحددنا موجة الصحية الأولى، الثانية اخترنا نقطة دخول مميزة رح نعلمها باللون الأصفر، ودخلنا بصفقة شراء. إلى أين؟ السؤال الأهم بسوق الفوركس أو بأسواق المال، الاتجاه اللي رح ندخل فيه والصفقة اللي رح ندخل فيها، وين تحديد الربح؟ تحديد الخسارة كنا عارفين أنا وياكم تحت مستوى 88.2% صح ولا لا؟ إذا نقطة دخولنا على مستوى 76.4% وقف الخسارة تحت هذا المستوى على مستوى 88.2%، هذا هو وقف الخسارة. إذا في حال تم اختراق هذا المستوى نتوقع إشارة انعكاسية وخط فاصل أخير للسيناريو الإيجابي، وبصير عندنا سيناريو سلبي. تمام؟ اتفقنا على هذا الموضوع. وقف الخسارة خلصنا منه. تحديد الربح، وين برأيكم ممكن يكون تحديد الربح؟ أستاذ رفيق 100% كل خمس موجات نعمل فيه بوناتشي من القاع 100%. هذه فيك تعتبرها كمرحلة أولى كرمالها تتمرن على هذا الموضوع، وخطوة خطوة ومع الوقت بتصير عندك الخبرة الكافية لتحدد الموجات. تمام؟ يا جماعة في بوناتشي الأخرى اللي هي في بوناتشي اكسبانشن، طب هلأ نحن وين هدفنا؟ على سبيل المثال دخلنا بمركز شراء على هذا القاع، كثير منيح حددنا هذا القاع كنقطة دخول لصفقة شراء. وين الهدف؟ وين التارجت تبعنا؟ كيف ممكن نستعمل فيبوناتشي الأخرى لتحديد هدف لنا، وين ممكن نحدد هدف؟ هل يا ترى على هذه المستويات، على هذه، على المستوى 109 110 112، وين الهدف؟ وين؟ وين بخرج من مركز الشراء؟ هذا أهم سؤال عندي. مستوى 161% زكريا طبعا ممكن، أستاذ زهير على آخر قمة أيضا ممكن، 100% أجوبتكم صحيحة. أنا بتشكر طبعا تفاعلكم بهذه الجلسة، لأنه بكل بساطة يعني ما في شك أنه من الواضح أنه حضرتكم كلكم متداولين بسوق الفوركس وعندكم فكرة جيدة. آخر قمة أنك تخرج فيها على السوق مميزة جدا، فكرك أكثر من رائعة، أنك تخرج على آخر قمة تم ملامستها، هيدي أول فكرة. ثاني فكرة أنك تستعمل فيبوناتشي على مستوى 161.8% وتحدد نقطة أو هدفك. طبعا ممكن يعني ارتفاع إلى هذه المستويات ممكن، ولكن الأسهل لتحديد الهدف وتحديد الربح هو باستعمال فيبوناتشي اكسبانشن، اللي هي بنضغط على انسرت على يسار الشاشة على يسار منصة التداول، نضغط على فيبوناتشي، بننزل على اكسبانشن. ركزوا معي كتير منيح شو رح يصير هون، على الاكسبانشن بنضغط عليها صار معي الفيبوناتشي اكسبانشن. من اخر قاع نضغط على اخر قاع وصل لي للسوق، وبنضغط عليه وبنرتفع بنرتفع بنرتفع على اخر قاع. تمام؟ شوفوا شو رح يصير، من اخر قاع على اخر قمة، ومن ثم النقطة على اليمين، على اليمين بتكون بعدها فلتين لحالها، ما منا محددة او منا بالمكان الصحيح، بننخفض على القاع على اليمين، على اخر قاع على اليمين بصير عندي فيبوناتشي اكسبانشن، وهذا هذا النوع من الفيبوناتشي هي لتحديد الربح وتحديد الاهداف اللي هي نستهدفها على مستوى 100% فيبوناتشي اكسبانشن، وهذا هو الهدف
اللي رح ننتظره أنا وياكم. رح أرجع عيد، رح نلغي هذه الفيبوناتشي، رح أرجع عيد، كونوا معي، رح أرجع عيد. لكن نحن بدنا نحدد الهدف. فيبوناتشي ريتريسمنت اللي موجودة برا على اليسار، الفيبوناتشي ريتريسمنت هيدا حددنا مستوية الـ 76.4% فيها، عظيم، انتهينا منها، لغيناها، ديليت، محيناها، نسينا أنه موجودة. دخلنا بنقطة دخول وصفقة شراء على القاع على مستوى 76.4%. نضغط على insert، على فيبوناتشي expansion، آخر نوع فيبوناتشي. نضغط على آخر قاع من تحت، آخر قاع من تحت، ومنرتفع فيه على آخر قمة ومنتركها. بضل عندي الخط اللي هو على اليمين اللي هو بيكون لحاله اللي منه محطوط أو معروض بالمكان المناسب. منلقط نعمل دراج لهذا الخط ومننزل فيه على آخر قاع على اليمين، وهون بيكون عندي هدف فيبوناتشي 100%. وهذه هي نقطة خروج من الأسترالي النيوزيلندي، وهذا هو الهدف اللي رح نكون في انتظاره نحن، يعني نتوقع بعد ارتفاع اليورو نيوزيلندي الأسترالي عفوا النيوزيلندي للوصول إلى مستوى 100% في بوناتشي. وإذا تم اختراقه لمستوى 125% في بوناتشي، وهذه هي في بوناتشي إكسبانشن ولتحديد الأهداف. بتمنى تكتبوا لي إنه الأمور واضحة، بتمنى انه تكتبوا لي انه الامور واضحه بالنسبه لفيبوناتشي اكسبانشن. اوكي ليا، عظيم عظيم. اوكي استاذ زكريا، زهير، استاذ صلاح، استاذ عبد الله، رفيق، الامور واضحه ولا لا؟ اوكي اوكي عظيم. لكن شوفوا الاسترالي النيوزيلندي بهذه الصفقه قديش استفدنا منه، قديش استفدنا منه، استفدنا منه من وراء خمس موجات. انتظرنا بدل ما نتسرع وندخل على القاع. ما في لزوم انك تدخل على القاع، ما في لزوم انك تكون طميع، ما في لزوم انك تخلي نفسيتك تغلب او عواطفك تغلبك. انتظر الخمس موجات، انتظر القاع، انتظر اول موجة تصحية، انتظر اول موجة تصحية، انتظر تاني موجة مضادة، وتصيد السوق، وتصيد السوق على مستوى 76.4% في بوناتشي، وانتظر في بوناتشي اكسبانشن لتاخذ الهدف، وقدر حدد نقطة دخولك ونقطة خروجك. شو رأيكم بهذا النوع من في بوناتشي؟ طبعا ممكن تطبقوا على أزواج وعملات أخرى وأيضا النفط وكثير من إذا بدكم التحاليل التقنية. شوفوا هون، شوفوا هون شو بيصير عندي. لما نبتدي نتكلم على رسوم بيانية يومية وأسبوعية، يعني عم نتكلم على استثمارات على المدى الوسط للطويل. شو يعني؟ شوفوا شو يعني. يعني بالاتجاه العام للنفط على سبيل المثال، النفط ومن وراء انخفاض سعر النفط من آخر قمة لآخر قاع، ابتدينا أول موجة تصحية، تاني موجة تصحية، وننتظر تالت موجة تصحية، صح ولا لا؟ صحيح. السيناريو عم بعيد نفسه ولكن بغير شكل، بغير عملة، بغير سلعة. ناخد فيبوناتشي من آخر قاع لآخر قمة لتحديد مستويات دخولنا. بهذه الحالة ولأنه أخدين الرسم البياني الأسبوعي، يعني نحن ما رح نكون دقيقين جدا. ليش؟ رح نحدد مستويات الـ 61.8% ومستويات الـ 76.4% هي مستويات الشراء. ما رح نكون دقيقين وننتظر
بالضبط ملامسة مستوى ال 76.4%. على رسم بين الأربع ساعات والساعة و30 دقيقة بدك تنتظر مستوى ال 76.4%، لأن السوق بينزل بيلمسها على القد. وإنما على رسم بين الأسبوعي للنفط ومن وراء انتهاء أول موجة الصحية، الموجة الثانية التصحية شو راح تكون عندي سجلت؟ راح تكون سجلت عندي مستويات بين مستوى ال 61.8 ومستوى ال 76.4%. فبهذه الحالة لما نصير نحن مستثمرين وليس مضاربين، بنصير نحدد هذه المنطقة اللي هي بين مستوى ال 61 وال 76.4% هي منطقة شراء. ساعتها ما بيكون عندنا إذا بدكم تفاصيل دقيقة، أو ما بنكون منتظرين نقطة ملامسة إذا بدكم دقيقة لمستوى فيبوناتشي 76. ساعتها بنصير نتطور بالتداول وبنصير نحدد مناطق شراء، مناطق باع. وبهذه الحالة منطقة الشراء هي بين مستوى ال 61.8% وال 76.4%، وهذه بتكون منطقة الشراء لبرميل النفط، ووقف الخسارة تحت مستوى ال 88.2% اللي هو طبعا وقف الخسارة. نفس السيناريو، ولكن انت ما لازم تكون عم تحكم على السوق لملامسة مستويات مهمة جدا او مستويات دقيقة جدا. بالنسبة لفيبوناتشي كنا حددنا ريتريسمنت، كنا حددنا اكسبانشن، ممكن تبتدوا ترسموا فيبوناتشي من اخر قمم لاخر قيعان، هذا سعر النفط من اخر قمة لاخر قاع، هذه المنطقة اللي هي منطقة ال 61.8 ومنطقة ال 76.4% هي منطقة بيع، لأن السوق انخفض باتجاه عام هابط، ابتدى بموجة الصحية وصولا إلى هذه المنطقة أو هذه، ونتوقع إشارة انعكاسية بين مستوى ال 76 وال 61.8، وهون بكون عندي مستويات مغرية جدا للدخول بصفقات ومراكز بيع. فهي منطقة بيع لأسعار النفط مع وقف خسارة فوق مستوى 88.2%، ولكن بدك تنتبه أنه وقف الخسارة بده يكون بعيد شوي إلى حين أنك أنت تتداول على رسم بين الأربع ساعات والساعة و30 دقيقة. ساعتها بتكون حددت من آخر قمة لآخر قاع. على سبيل المثال مستويات من آخر قمة لآخر قاع على أسعار النفط من اخر قمه لاخر قاع زياره مستوى ال 76.4%. واضحه يا جماعه، شوفوا استهداف مستوى ال 76.4% على فيبوناتشي، هذا على رسم بين 30 دقيقه من اخر قمه لاخر قاع، ارتد السوق لزياره مستوى بالضبط ال 76.4% بالضبط، وابتدى بالهبوط. يعني مستوى ال 76.4% هو مستوى اكثر من رائع للتداول، واخذه بعين الاعتبار على رسم بيان ال 30 دقيقه والساعه والتايم فريم الصغار، وانما على الرسم بياني الطويل، على رسم بياني اليومي والاسبوعي، ناخذ منطقه بيع او منطقه شراء. تمام استاذ صلاح، نحن موجودين للخدمه. بتمنى تكونوا استفدتوا بهذه الجلسة وهذه المحاضرة. يعني أنا بالنسبة لي كنت هيك مريت بشكل سريع على فيبوناتشي. انتظرونا بجلسات قادمة، وطبعا بويبينارات مجانية قادمة من صفحة تكمل العربية على فيسبوك. ما تترددوا وتدخلوا على صفحة تكمل العربية على فيسبوك كرمال تتابعوا إذا بدكم التغطيات اليومية المباشرة اللي بنقوم فيها وبنحلل فيها أسواق المال. أنا بتشكر وجودكم ودعمكم لنا بهذه الجلسات. كان معكم المحلل والمدرب المعتمد. طبعاً موجات إليوت أستاذ عبد الله رح يكون عنا أيضاً جلسة فيها. لا تأكل هم، الأمور جاية والأيام جاية طبعاً. أنا بشكركم كثير، رح يكون عنا إذا بدكم جلسات قادمة، واتمنى تكونوا موجودين معنا. بتشكر دعمكم ووجودكم بهذه الجلسة ولوقتكم الغالي. أوكي أستاذ رفيق، أنا بشكركم، يعطيكم العافية ونهاركم سعيد إن شاء الله. إلى اللقاء.